بسم الله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم جميعا متابعي الكرام. اليوم يوم جديد وفلوك. مهم أنا خارجة دابا الصباح غادي للعمل، والحمد لله على أمطار الخير، الحمد لله والشكر لله. والله إلا فرحنا بزاف، ربي سبحانه وتعالى رحمنا بهذا الشتيوة، وكنوريكم تبارك الله وما شاء الله كيف نازلة. الحمد لله على كل خير. المهم أنا غادا اليوم إن شاء الله الصالون، وان شاء الله غادي نشارك معكم واحد الروتين غادي نديرو تما، غادي نضف الصالون. المهم دابا راني وصلت، نزلت من الطاكسي، كنمشي واحد المسافه شويه وكنركب في الطاكسي، ودابا راني وصلت هذه الدار ديال بنت عمي، غادي ندوز باش ناخذ السوارت لان الصالون ديال بنتها. غادي ندوز، قالت لي راني غنمشي ندي الدراري للمدرسه، وغادي تلقاي الساروت عند بابا، دوزي من باب الكراج تلقايه تما. دابا راه غادي كنتسنى باش غادي يعطيني الساروت، وغادي نمشي نحل راه الصالون انفاس مع الدار ديالهم، هذاك اللي الباب ديالو كري فيه الكازون في الدروج، هذاك هو الصالون. المهم دابا غادي نمشي نحل باذن الله، كنفتح بعدا هاد القفوله اللي من برا الباب ديال الحديد، ومن بعد عاد كنحل الباب الداخلانيه، وغادي نشارك معكم اشنو غادي ندير. حليت الصالون، شحال الضوء كاين الضوء، نهز هاد المظلف. دابا عرفتو شي غادي نجمع هاد الصالون، راه مرون البارح حتى شي وقت جاو شي ناس هكا صايبو شعرهم وداكشي، كيما سالينا خلينا هادشي وخرجنا، مشينا معطلين حتى شي تقريبا مور ما ودنا العشاء. دابا غادي ندير واحد الروتين هنايا ونشاركو معاكم. بسم الله على بركة الله. أول شيء دخلت لاصال ديال لي سوان، غادي نبدا بديك لاباغاي ديال سوان فيزاج، غادي نمسحها هي الأولى، وضروري كندير المعقم ديال ديتول، وهادوك لي بوتشامو غادي نمسح بيهم، وحدة كنيطواي بيها والأخرى كنخليها لي ميغواغ هكا وللزاج. ومن بعد ما غنساليها غندوز لداك الغولاكس، وغادي نقاد فيه لأن راني جبت هادوك اللي غادي نشونجي، لان اشاك فوا كتجي شي كليون كيخصنا ضروري نشونجيو دوك لي دغا وكذلك لي سيرفييت. وخديت هذيك البول ديال او لاباغي ديال بيديكور مع داك لو شاريو ديالها باش غادي نتا وما نمسحهم، لان راكم عارفين بلا يعني ما لي صالون كلهم ديال هاد اللي كنديروا فيهم هكا تزيين، وكذلك هاد الشيء ديال ماساج والبيديكور والمانيكور ضروري خص اشاك فوا شونجمون والتعقيم ضروري. المهم غادي نقاد هاد الشيء هذا، وغادي نخرج عاوتاني لبرا باش عاود لي طوي دوك لي شيز ونطوي لي ميغوار اللي قلت لكم. والمهم هانتوما بقاو معايا في هاد الروتين هذا.
ودزت لي ميغوار حتى هما كلهم مسحتهم بداك ديال الزاج، وغادي ندوز لهذيك ديال لاسير، ديك لاباري ديال لاسير حتى هي غنمسح لها جنيبات ديالها. وضروري كندير واحد الويل في داك الكوتون باش كتحيد لي ديك لاسير لي من الجناب. دابا غادي نصايب داك المعقم، كندير في هذاك السطيل الصغير شويه الماء وكندير له داك جافيل ديال المهم معقم، كنديرو في داك الكازون تما في الباب، حيت هذاك الكازون ديال البلاستيك اللي في الباب، ومن بعد اللي دخل كيصطم تما في ديك المعقم برجليه، ومن بعد كيمسحو في هذيك الطابيه اللي كتكون في الباب. ومن بعد راني دزت كنجفف لحقاش راني خويت الماء مع ساني كروه وكنجفف دابا باش كنشف داكشي كله. وراني هازه دوك البوفات فوق داك الفوتوي اللي تما، وداك الفوتوي راه ديال الجلد لحقاش غتكونوا شفتوني كنمسحو بديتول حتى هو، لانه هو اصلا ديال الجلد. ومن بعد من حيت غنساليني طوياج ديال الارض كما شفتو كنت كنجفف، صافي غادي نطلق البخور. وضروري كنديروا واحد شويه د العود، وبعض المرات كنديروا صرغينه حتى بالنسبه كتعطيك داك الريحه زوينه، وما كيبقاش ديك الريحه ديال جافيل وداك ساني كروا، وحتى هكا كتخدمي بواحد الاريحيه، ومني كتدخل لا كليونت هكا للصالون كتشم ديك الريحه زوينه صراحه، كتعطيك حتى دا واحد الطاقه انك مرتاحه. فالمهم من حيت غادي قالت لينا بنت عمي ضروري غادي تديروا بحساب الغداء عندي داك النهار. والمهم حيت جات وقيته ديال الغداء مشينا لدار بنت عمي، لان انا وريتكم اونفاس مع الصالون يعني قريبه، تغدينا تما وفرحات بينا، وصراحه درت لنا واحد العراضه غزاله دايزه الكلام، راني صورت ديك الشيء غادي نحطو لكم هنايا ولو انه فيه غير الصور. المهم فاش تغدينا رجعنا للصالون، وعاوتاني في العشيه قالت لينا والو تجيو ديروا الكوتي معانا عاوتاني. المهم داك النهار درنا الكوتي، وعاود في الليل درت لنا الحريره وسلامتكم تعشينا. المهم انا ما سجلتش داك الشيء ديال في الليل، لان ما هزيتش معايا صراحه هذه الكاميرا باش نصور، صورت غير داك الشيء لقطات هكا في الغداء شي حاجه هكا في الكوتي. المهم اختصرت باش ما تجيش حتى لا فيديو طويله، وهذا الشيء اللي كاين.
كنتمنى تعجبكم هاد الفيديو، وما تنسونيش من الضغط على زر الاعجاب، وما تنسونيش كذلك من الاشتراك. واللي اول مره كيشاهد القناه كما العاده لا تنسوا الاشتراك بالضغط على المربع الاحمر اسفل الفيديو، وكذلك فعلوا الجرس. وشكرا لكم بزاف على المشاهده وعلى التواصل وعلى التعاليق المزيونه اللي كتخليو ليا، وشكرا لكم بزاف. وهذا ما كان، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.